اولا ديتا سيما تدعو الى عوار قانون الانتخابات وتقلب الوضع راسا على عقب، لسبب ما جاء في حكم المحكمة الدستورية ينصب على عوار بعينه. حكم المحكمة الدستورية لم يأتي على القانون بأجمله أو بمجمله بعوار. فإذا كنا أطفال نقبل بما يقول الآخر، وإذا كنا كبار ونعقل ونفهم، الدستور له حجة قانونية وله حجة دستورية جاءت بها وكشفت عوارها المحكمة الدستورية، هي صاحبة الموقع والمكان والقول والفصل في هذا الموضوع، انصبت على نقاط عيوب بعينها في الدستور. بقول لك روح للرفة اعدل لي النقر اللي موجودة دي بشكل لايق وحلو حتى يعود الثوب ويرتق. ما قالكش روح وزع روح ولع في جلابية الحاج محمد وكسيه جلابية جديدة وفصل من جديد وخد قياسات جسمه من جديد. هم عاوزين يلغوا عقولنا وعاوزين يحطوا في عقولنا لغة غير لغة العقول أربع إن أنا أقولها قدام الكاميرات. إذا كنتم مصريون تعالوا إلى سواء سبيل، نحترم ما جاء بحكم المحكمة الدستورية. والمستشار إبراهيم هريدي وزير العدالة الانتقالية وصحبه المستشارين العظام قادرين على علاج عيوب التي ذهبت بالقانون إلى المحكمة الدستورية وحكمت بعواره، هم قادرين على تعديل العوار دون المساس بالقانون أو بهيئة القانون. أولا كانوا معانا عند المستشار عدل منصور، تكلمنا وصوتنا عن الآلية وكلنا وافقنا على قانون الانتخابات، وجاء قانون الانتخابات بموافقتنا كلنا. لو كان لنا قول كان قول سابق قبل سن القانون. طيب إذا لم تعترضوا ولم تتكلموا ولم تقولوا وترفعوا الأصوات وتهللوا بما هو في جعبتكم قبل سن القانون أين أنتم؟ لكن كون القانون كان فلا مساس بالقانون، نحن فقط مع معالجة العوار الدستوري الذي حل بالقانون، هذا الذي نقبله وغير ذلك لا نقبل أي قول. لأننا لو قبلنا قولهم لرفض الدستور هذا الكلام وعدنا في دورة حلقة مفرغة لن تنتهي إلى يوم الدين. هم يريدون تعطيل الانتخابات ولكننا نريد الانتخابات. من يريد الانتخابات فليأتي إلى إبراء العوار الدستوري ونعود كما كنا في المربع واحد ونبدأ من جديد. أما من يريد أن يهدم العمارة ويقيمها على مزاجه، ما فيش أرض أصلا عشان يقيم عليها العمارة بتاعته، لأن سبق القول والفصل وظهر القانون والمحكمة الدستورية قالت قولتها. هذا الذي نصر عليه ولن نتحرك قيد أو نملع عن هذا الموضوع. شكرا.